وبركاته. متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. قوم معنا هنايا، غادي نحكوا بعد الشوارع الرمضانية بعد الجي اليوم 1447 حالة وما يزيد عليها، والوفيات 7 حالة في المدينة الترابيضة. يعني واش بغيتو الحجر الصحي يرجع ولا الانسان مع ست العشيه يدخل دار امه يخرج؟ راه هادشي تيبقى ديالكم نتوما، لان الاصابات زادت بزاف. شوفوا شارع النيل مباشره من شارع النيل، السلام. فتح اختي هذه جولة ليلية ما بعد الساعة 9 ليلا لتقاس من الحجر الصحي جدا ابتداء من الساعة 9 مساء، ولكن الاجواء راه باقا نشوف الشوارع عامرين. منطقة السباتة باقا، الناس باقا خارجة، الناس باقا مجمعة، الناس باقي الكراراس، العربات ديال العصير، الكراراس، كلشي كلشي خدام، كلشي كاين. يعني تحياتي اختي ملاك، بالفعل كازا راه ماشي راه خاوية كازا، ولكن الناس اللي ملتزمين، الناس اللي تيخافو على راسهم راه تيدخلو، يعني تيلتزمو بالتعليمات ديال الحظر الصحي، حظر التجول، تيخافو على راسهم راه ملتزمين، وكاين شي واحد يلاه يدي مثلا. ولكن حنا تنقولوا
راه ماشي كلشي بحال بحال، راه الله يسر، راه كاين واحد الانسان تما عنده مثلا الدار ديالو، عنده غير بيت واحد وكاري هو ولادو، كيفاش بغيتي ثلاثة ولاد أربعة ولاد غيبقاو محبوسين في بيت واحد؟ الله يحسن الحوال العوالد، حنا تنعرفو هاد المشاكل هاد المعاناة، ولكن دائما تنطلبو من الله سبحانه وتعالى الله يحد الباس، الله يرفع عليا هاد البلاء. بيكو بيكو خويا الصباح، الصباح راه هما عطاوكم الصباح، راه كاين بعد انا شتي نقولو حنا ما الصباح راه صافي، راه قانون ديال الصباح، خرج كيما دير كيما بغيتي، دير اللي بغيتي، تجمع اللي بغيتي، راه كاين حتى بعض المؤسسات، كاين بعض الاماكن، كاين بعض اللي هو محلات تلقاهم زحام، شي لاصق على شي، ولكن حنا دائما تنقولو الله يحفظ الناس، حنا في الحظر الصحي ديال كما تشوفوا المتتبع قناة شوف شي بان الامن دوريه ما بين السيد القائد ودوريه ما بين رجال القوات المساعده بشارع الشجر من اجل تنظيم بعد او تطلبوا من بعض الباعه الجائلين باش كيدخلوا بحالهم كما تشوف بعد، كاين اعوان السلطه، كاين الناس اللي كاينين، كاين اللي هي سياره ديال الامن وهو واقفه، كما تشوفوا متتبع قناة شو تي في، السلطات المحلية دايرة الخدمة ديالها، عبر هذا البث المباشر ان قيادة السلطة من شارع الشرق الجماعة وعودة السياج البريال الى الشوارع الدار البيضاء، عودة السياج الى الشوارع مدينة الدار البيضاء، نحن مباشرة من شارع محمد السادس، كما تشوفوا متتبع قناة شو تي في، السياج الأمني تشوفوا بنا رجال الامن، تحيه لرجال الامن اللي واقفين ساهرين على الامن والامان ديالنا، تشوفوا الا عمال النظافه ورجال الامن المنطقه الامنيه هنا مباشره من قطاع عين الشوق،
حصيلة شوفوا كيف شفنا ماشي ما تيبشرش بخير. في البداية تحية وتقدير للناس الممرضين الأطباء من جميع المؤسسات الصحية، دكاترة ممرضين أعوان تيقوموا تيسهروا من أجل التصدي أو تيساعدوا المصابين، يقدموا الإسعافات الطبية. تحية أيضا لرجال الأمن والدارة والقوات المساعدة والقوات المسلحة وأعوان السلطة اللي نشوفوهم هم اللي كاينين. فيما كنا تنشوفو في البداية المجتمع المدني بعد الجمعيات كانوا تيخرجوا تيديروا الحملات السياسية جنبا لجنب السلطة والدارك والقوات المساعدة. كما تشوفوا متتبع قناة شو تي في خلينا نشوفوا الجمعيات والمجتمع المدني اللي كنا نشوفوهم في البداية ديال الحجر في شهر مارس، كانوا تيخرجوا بالعلامات، تيخرجوا بالدعالة، حملات تأسيسية. يعني تنتمنى ترجع ديك الحماس اللي كان تيقوموا به المجتمع المدني، الجمعيات اللي كانوا دائما تيدعموا، ماشي تيدعموا غير تيساندوا السلطات المحلية والأمن والدرك والقوات المسلحة والقوات المساعدة، كانوا تيساندوهم كيخرجوا جنبا إلى جنب، كيقول للمواطن المغربي، المواطن المغربي ادخل داركم، راه هاد الوباء راه خطير بزاف، هاد الوباء راه قاتل. ولكن لا يبقى لنا إلا تنقولو حنايا الله يحد الناس وصافي، واش عندنا من نقول الله يحد الناس. انا الى بقى كاين حنايا تخرجوا وحنا تنتهاونوا، يعني تنستعفوا من هذا الوباء، راه المرض غادي يتزاد، شوفوا متتبع قناة شوف تي في. السد القضائي بمنطقة الأمنية عين شق، السد القضائي بمنطقة الأمنية عين شق. تشوفوا مسؤولين راه واقفين دايرين، مسؤولين بمنطقة عين شق راه واقفين صاهرين على الأمن والأمان. كما تشوف متتبع قناة شوف تي في، سد قضائي بشارع محمد السادس، البث المباشر ما تحبسوش الضابط. انا صحابي
صحافي ديال قناه شوف تي في. حنا تنخرجوا، حنا راه ما تنتصوروا حتى شي حاجه، حنا في البث المباشر تنجيو تنشوفوا من تنشوفوا السدود القضائيه. يعني انا ما لحد الان انا باقي ما صورت حتى شي حاجه، انا باقي في السد القضائي. مرحبا بكل فرح. دابا الكلام كيتصادات وكيتسال، راه من حق، راه عادي. هذاك الضابط راه انا في البث المباشر ديال قناه شوف تي في، هادشي راه تيعرفو سيد دولي الامن، تعرفوا بان الدراري الصحافيين ديال قناه شوف تي في تيخرجوا، راه تيخرجوا بالليل بالنهار. يعني الله يحسن العوان. متتبع حنايا في سدود السد القضائي بمنطقه الامنيه عين الشق، تنشوفوا الامن، تحيه للامن، راه داير واحد الخدمه ديالو. تحية لرجال الأمن، تحية لرجال الأمن اللي هما ساهرين على حماية تحية لرجال الأمن. حنا واقفين مباشرة من السد القضائي في عين الشق. ايسر وقف الموتور، جيب الكاميرا. متتبع قناة شوف تي في، تشوف الأمن، هذه منطقة الأمنية قطاع بن مسيك، أعوان السلطة، رجال الأمن راه ساهرين من أجل صحافي ديال قناة شوف تي في. صحافي ديال قناة شوف تي في، صحافي ديال قناة شوف تي في، صحافي ديال قناة شوف تي في، صحافي ديال قناة صحافي ديال قناة شوف تي في. متتبع قناة شوف تي في، الأمن بقطاع بن مسيك راه قايمين بالمهام ديالهم، رفقة أعوان السلطة، رجال الأمن، منع المرور من أي حاجة. كما تشوفوا متتبع قناة شوف تي في، تحية لرجال الأمن، تحية لرجال القوات المساعدة، أعوان السلطة، الأمن العمومي، قطاع عاملة مقاطعة مرشي بن مسيك، على السهر على الأمن والأمان بالنسبة للجائحة. من حقه، ومن حقه، طيطول يا عمك. الله يلطف بينا وصافي. بنا هذا الوباء راه شويه خطير، بيمسك فيها اسيف. متتبع قناة شوف تي في، كما لاحظتوا راه كاين الامن، امن السلطات، رجال اعوان السلطه، رجال الامن،
الأمن العمومي قوة مساعدة يحبسوا الطريق اللي هي الطريق المؤدية إلى بنمسيك. كيبقى لنا إلا تنقول الله يرفع عني هذا البلاء، لأن هذا الشيء خطير جدا. هذا قطاع بنمسيك كما تتبعتم أو شفتم وتتبع قناة شوف تي في، قطاع بنمسيك شدي تحنا لك كل شيء كل شيء زمان. كما لاحظتم او شاهدتم وتتبع قناة شوف تي في، الامن كلشي قايم بالمهام ديالو تصدي لمحاربة اخطر وباء عرفه القرن 21 اللي هو وباء كورونا اللي فتك وقتل الالاف من المواطنين والمواطنات، وبالاخص دخل المملكة المغربية. وكنا كنتمنى ويا ربي ينزل لنا هذا الباء، ولكن مع كامل الاسف الوباء باقي. حنايا بقطاع بنمسيك انتقال الى قطاع عين شق، قطاع عين شق السد القضائي. لا كيكتا لا كاين هاد الشق شق مسيكو وعين شق. نتوما راه امن، راكم معزز علينا، راه نتوما هما كلشي، راه بلا بكم نتوما راه ما كاين حتى شي حاجه. وتحيه للعناصر ديال الحموش، راه بكم الله يحسن العوان. نتوما راه نتوما سهرانين، نتوما خارجين لهذا التصدي للوباء. تحيه وتقدير لرجال الامن اللي سهرانين من التصدي لوباء كورونا. كما تشوفوا الامن راه تيقوم بواحد بالفعل خويا حفيظ الامن والحمايه. بالفعل راه الامن، راه ما كانش الامن ما كاين حتى شي حاجه. انا تشوفوا الامن راه قايم بواحد المهام ديالو اللي هي مهام كبيره، مهام يعني تصدي للجائحه، تصدي للناس اللي تيخرقوا هذا القانون ديال الطوارئ، تصدي لبزاف الحوايج. تحيه وتقدير للامن. هذا راه امن منطقه عين شق كما تشوفوا قطاع عين شق، وغير بعيد كاين منطقه بنمسيك. راه تشوفوا توا السد القضائي راه هو كاين، الناس حارسين والامن راه واقفين. تحيه كما تشوفوا متتبع قناة شوف تي في، الناس سهرانين باش يحميونا حنايا. الامن راه سهران باش يواكب. تحيه لرجال الامن.
في هذه الأثناء تشوف الأمن راه خدام، بالفعل تحية وتقدير لرجال الأمن الوطني. فتح هذا السد القضائي بمنطقة عين الشوق، الأمن صاهر على باش تشي واحد ميدوز من الطريق، يعني في الساعة ديال الحجر اللي هو 6-9 ديال الليل راه كلشي متوقف. أجي تمشي كيما تشوفوا بأن هذا السد القضائي ديال بن مسيك ديال عين الشوق، الأمن قيم بواحد المهام ديالو، مهام ما ننط بها. هذا هو الأجواء شوارع مدينة الدار البيضاء بعد الحصيلة 1400 وما يفوق. تحية رجل الأمن يعطوا طريق العمال النظافة لكي ينظفوا الشوارع. كما خويا ماشي كون تخرج من 10 الليل، كورونا راه هذا الحجر الصحي بالليل كاين قانون، هو قانون ديال الطوارئ تسريع للجميع، قانون ديال الطوارئ اللي هو الحجر الصحي ما بعد الساعة 9 ديال الليل تعطى ما كاينش لاش انسان غيبقى غادي. كلينيكس
جيب طروش جيب طروش Yeah.
هذه هي الشوارع، شوارع مدينة الدار البيضاء بعد الحصيلة المرتفعة غير مدينة الدار البيضاء، ما هي فوق 1447 وفيات 17. الله يحد الباس والله يرحم الجميع. كما تشوفوا من تتبع قناة شوف تيفي الأمن، المنطقة الأمنية أو قطاع بن مسيك وقطاع عين شمس، كل شيء متجند، كل شيء واقف من أجل تصدي لوباء كورونا. كما تشوف الأمن راه قايم بواحد المجهود جبار اللي تنتمناو يا ربي تا هما، يعني راه مجهودات ديالهم لولا الأمن لا كنا بزاف الحوايج لا تزادت الإصابات أكثر. عرفوا بأن راه الحجر الصحي أو قانون الطوارئ اللي هو الحجر الصحي ما بعد الساعة 9 ليلا. شوفوا الأمن راه قايم بواحد المهام ديالو، مهام بالسد القضائي بقطاع عين شق. هذا الشارع المؤدي الى الفداء مرس السلطان، شارع ما بين حي الفراح وما بين القريعه، دائما قطاع الفداء مرس السلطان، شارع ايضا تشوفوا قطاع بن مسيك، اللي تشوفوا من التطبيق انا تشوف تيفي الامن راه واقف، راه سهران، راه قايم بواحد المجهودات ديالو. يعني تحيه لرجال الامن، تحيه لرجال السلطه، تحيه لاعوان السلطه، تحيه للقياد البشوات. هذه قطاع عامله مقاطعه بن مسيك، رجوع الى الحواجز البريادات كما تشوفوا متتبع قناة شوف تيفي، العوده الى ان الانسان واش انسان غيبقى يقلب تغير، رجع للحجر الصحي اللي كان الانسان ما بعد 6 مساء كلشي تيدخل، ارتفاع ديال الوفيات، ارتفاع ديال الاصابات بالالاف. هادشي ماشي من هادشي منا حنا، يعني تنديروا حنا كنا تلتزموا بالحجر الصحي والقانون، التعليمات ديال وزاره الصحه، التعليمات ديال وزاره الداخليه. واش تشوفوا هاد الحصيله المرتفعه دي يوميا، الناس تموت يوميا، الناس حتى النفس ما تتبقاش عندهم. يعني اش نقولك، السبيطارات راه عمرو، يعني الاماكن السريرات راه تاهما بدي عمرو. كنتمنوا بالفعل المساء 10:30، يعني 10:30 بالفعل، ولكن راه باقي فين الصوت كمال خويا. حنا باقي، حنا غاديين، حنا الصوت ديالنا راه صوت تيتسمع. تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الله يحد الباس، الله يلطف بينا، الله بزاف الحوايج، لان هذا الشيء تيبشرش بالخير. الحمد لله تنشوفوا حنا دوريات امنيه، تنشوفوا رجال الامن راه دايزين، تنشوفوا بزاف الحوايج، ولكن الله يحد الباس. تحيه لرجال الامن، راه قايمين بواحد المهام ديالهم كما تشوفوا حاليا. الامن راه غادي، الامن راه قايم بواحد المهام ديالو. تحيه والتقدير لرجال الامن اللي دائما سهرانين باش يواكبوا، باش تنبقاو حنايا في مأمن وامان. كما تشوفوا متتبع قناة شوف تيفي، حنا غاديين شارع من شوارع الدار البيضاء، شارع من شوارع مرس السلطان، لأن غادي حاليا نشوفو شوارعها، هذا في الفضل الله سبحانه وتعالى، وفي الفضل أمهات الوطن اللي هما رجال الأمن، رجال الحموشي اللي سهرانين والله عادي من البرد، تلقاهم واقفين سهرانين قايمين بواحد واجب مهني، وكي تعتبر انه تعتبر واجب وطني ايضا. والله العظيم الى هذا يفرح،
باش الانسان ما يبقاش يقول لنا راه ما كاينش الامن، ما كاينش البوليس ولا بالفعل والله العظيم راه كاين انزال امني مدينه الدار البيضاء، انزال امني بشوارعها ما بعد الحجر الصحي، انزال امني كاين البراجات يعني تحيه وتقدير. تحية وتقدير لرجال الأمن كما يشوفوا الناس دي براجات راهم واقفين، دوائر أمنية دوائر ومصالح أمنية كلهم جندة من نهار من حد يوم الأحد اللي فات كان كلشي تجند كلشي خرج باش كيبين بلنا راه حنا موجودين راه حنا كاينين الأمن. وتحية حتى لرجال القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، نشوفوهم دائما في الشوارع، نشوفوهم في الشوارع لكن الشوارع المزيقة ماشي غير الشوارع هو بالعكس، نشوفو سلطات محلية قيادة شوارع كلشي كلشي في باريرات كلشي راه واقفين كلشي في السد الغذائي كلشي متسند. تحية مع هاد البرد القارس، تشوفوا الناس متجندة الناس راه خدامة الناس راه واقفة تتواكب واحد تتواكب باش يبقى الشوارع يبقى الشوارع عندك رخصة راه تدوز، ما عندكش رخصة اشنو تدير في هاد الساعة متأخرة من الليل. يبعد عنا هذا الوباء، هذا راه وباء خطير جدا، هذا والله العظيم من الإلى حنايا يوميا حنا ما تنبغوش تنشدوا قلوبنا تنخافوا من الوباء من هذا الوباء، حنا راه خارجين ليه يعني خارجين ليه، تنقولوا حنا خارجين ليه ولكن من أجل الرسالة الإعلامية. الحمد لله ربي اللي تيحفظ الجميع، ربي اللي تيطب الجميع. شوارع الدار البيضاء اخويا جواد تا جوج على الموتور خدت لها خمسة على الطوموبيلة جوج على الكيسان تا قول لي واش نتا دير معنا سبورة سي جواد داخل معنا في عملية حسابية خويا الله يحفظك الله ينجي الله يبعد لنا هذا الوباء الله ينجينا من اي مباشرة من شارع الفداء مرصد السلطات في هذه الأثناء ما بعد الساعة نعتبر 10:30 نشوفوا شوارعها يعني ركيزين كنشوف بعض العربات بعض
اليوم باقي في الشارع العام، الناس خارجة مباشرة من شارع الفداء، وحنا بالقرب من ساحة ساغنة. الأول نزلت شوارع الثاني، شوارع الفداء ومرسى السلطان ممتلئة، كلشي خارج. شوفوا بعض الفتيات في وسط الترامواي راه غادي خارجين. كله تبع قناة شوف تي في. شوارع الفداء مرسى السلطان ما زالت ممتلئة. تشوفوا حتى بعد سيارات ديال الإسعاف. هذا شارع دومار مباشرة من شارع دومار. واخويا كمال والله يهديك، وهاد الكلمة ديال الله ياخذ فيكم الحق. اشنو درنا لك اخويا كمال؟ اشنو درنا كمال ليك؟ يعني هذه هي المرة انت من المتتبع الصفحة ديالي انايا ومتتبع قناة شو تي في، دائما هاد الكلمة الله ياخذ فيكم الحق. يعني غير وضح كمال علاش هاد الكلمة الله ياخذ فيكم الحق. فطيمة انا ما تندورش، انا اواكب تنواكب عندي على العاتق ديالي انايا رسالة اعلامية على العنق ديالي. خارج الشارع انت ربما نعسان مغطيه بماطات تتفرجي، يعني حتى تكوني طايب على راسك عادي. انا راني خارج في البرد، خارج متعرض لوباء كورونا، خارج تنتصدى لهذا المرض الخبيث باش نقدم المتتبع قناة شوف تي في او مشاهديها، نقدم لهم كل التفاصيل كل الشوارع البيضاوية سواء بالصوت والصورة لمعرفة الأجواء الليلية ما بعد الحجر الصحي. هادشي علاش ندورو أختي فاطمة. محمد بلال هاي الكاميرا، احنا مقادين الكاميرا. محمد بلال، احنا مباشرة من شارع الألوان. حنا ماشي تنحسيو، سكا
السكان ديال المغرب، السكان المغرب راه معروف حمل النسامة. حنا في الحصيلة الوبائية ديال كورونا اللي يوميا تحصد الآلاف من الإصابات، يوميا العشرات من الوفيات. الله يحفظ الباس والله يلطف فينا. رشيدة رشيدة اختي الله ينورك. حنا دائما ماشي اعلان، ماشي اعلان ديالنا، هذا واجب مهني كصحفيين كنخرجوا للميدان باش نواكبوا وباش نقوموا بمواكبة كل ما يدور ويجري عبر الشوارع، سواء من احداث، سواء من تتعرض. حنا تنصفوا كريساجات، تنصادفوا عمليات ديال نصب الكريساج، تنصادفوا حوادث سير. دائما تنواكبوا هاد التحركات ديالنا، دائما تنواكبوا بها كل ما هو جديد عبر الشوارع المملكة المغربية. وتحية للزملاء قناة شوف تيفي في كل المدن المملكة المغربية اللي تواكبوا تاهما في هذه الأثناء كل التطورات تتوقع أو تدور في كواليس أحياء ومؤسسات ديالهم. يا بلال، محمد بلال، شكرا شكرا، الله يطول عمرك. أم دعاء، الله يرفعنا هذا الوباء. آمين آمين يا رب، تقبل هذا الوباء. جاكوار جاكوار، الله يدير لي فيها الخير، الله يدير لي فيها الخير، الله يدير لي فيها الخير، الله يقعد، الله يبعد من هذا الوباء. ويا ابراهيم، راه بالفعل مدينة الترابيضة اليوم راه حصلت واحد الاصابات اللي هي كبيرة. راه كنتمنى الحجر الصحي راه غيبقى المواطن المغربي، والمواطن المغربي غيبقاو يستهزئوا بهذا المرض حتى يولي الله يستر الانسان ويخرج من الدار. الله يرفع لنا هذا البلاء، الله يرفع لنا هذا البلاء. رشيدة رشيدة الله يطول يا عمرك، بالفعل صفحة تشوف الصفحة. احنا خارجين مواكبين الاحداث، مواكبين كل ما هو جديد الشوارع ديالها، سواء كما قلنا تنكونوا غادي في الطريق، تنصادفوا مع حوادث سير، مع عمليات كريساج، مع اعتقالات، مع عدة عمليات اللي تيكونوا فيها. تحية لرجال الأمن اللي هما تلقاهم دائما بالليل وبالنهار، تلقاهم في الشوارع، تلقاهم خارجين، تلقاهم يعني في الميدان، تلقاهم في الشوارع، في الأزقة، في كل بلاصة. تحية وتقدير لرجال الموجود. فطيمة الله ينورك، الله يعاونك اختي تيا، والله يعطيك اللي تمنيتي. خويا يوسف، انا اللي غادي في الطريق راك تتنور تسجل بالكاميرا يعني. عاود لي اخويا خديج يوسف، عاود لي الميساج اش كتبتي.
هذا راه واجب لينا حنايا، وهذا خاصو يكون، هذا راه يعني إلا بغينا هذا المرض ما يبقاش خاصنا نلتزمو به. هذا راه يعني من الممكن إلا بقينا غادي بهذا الشيء راه غادي يتزاد بزاف. الله يحفظنا، الله يحفظ الجميع. هذا البلد